افتح المايك. مستر ما نسمعك. اوكي، ايه يا اولاد؟ هلو زيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يس اوكي مستر. يا اولاد، طبعا في طيب. زيد احنا هنا قال وي دروب الاي ان جي. ليش يا زيد؟ كمل. Because in the present ها، طب مين يعرفها دي يا اولاد؟ عز، هاي عز، ليش هنا وي دروب الاي ان جي؟ Mr. Because people we don't have ING. غلط، وش دخل البيبل بالموضوع اصلا؟ وش دخلها بالسالفه؟ مين يعرف ليش وي دروب الاي ان جي هنا؟ نخليها هيلب without adding اي ان جي. ها، شفتوا؟ هذا دليل على ان الكلام بقوله صحيح، ما بتذاكروا ولا حتى يعني متحمسين تسمعوا التسجيل الحصص اللي احنا بنرسلها، يعني لا انت مذاكر ولا انت سامع. انا مو قلت ان عندي كان، قلت لك عندي مجموعة من الفيربس اللي هي كان وكود وماي ومايت وشود وشال ويل وود، وكل هذه الأفعال يجي بعديها الفيرب without endings. أنا مو قلت هذا الكلام؟ فأنا عندي كان هنا، كان مستحيل إني أجيب الفعل بعديها مضاف لأي شيء. أقول help، لو هو قال لي helps أشيل الإس، لو قال لي help أشيل إي دي، لو قال لي helping أشيل إي إن جي، فلازم بعد كان يجي الفيرب عندي without endings. طيب، لا إله، بعديها نمبر 5 عز. I didn't want to America last year. ايش المستيك؟ When to tear go. يبقى انا عندي هنا، قلت لكم يا اولاد في الكتابه عندي لما اجي اكتب رايتنج رجاء ما تسوي contractions عشان تعد كلمات. يبقى did اكتبها did not، ما تكتب ابدا didn't ولا couldn't ولا aren't ولا isn't، الكلام ده ابدا في الرايتنج. لا، في الرايتنج ما تسوي كذا. طب ليش يا مستر؟ عشان اعد كلمات، انا بعد كلمات ما يجوز ان انا اكتب contractions. فاقول did not ها go، يبقى did not ايش؟ did not go. ليش go يا مستر؟ عشان عندي did، لما تيجي did على طول تعطيني الايه اللي هي بي 1، على طول يجي بي 1. يبقى ديد، خليها في راسك كده يا اولاد، بلس بي 1 دايما في راسك كده. مين هم بي 1 يا مستر؟ اللي هو الفيرست فورم اوف ذا فيرب، اللي هو البيس فيرب، اللي هو الفعل الاصلي الاساسي. فدايما لما تلاقي ديد في الجمله اعرف ان ديد معاها بلس بي 1. دي المعادله اللي تحطها في راسك، اللي هي الايكويجن اللي تحطها في راسك، ان ديد دايما بلس مين؟ ها، بلس مين؟ did plus B1، did V1. B1 معاها، لازم معاها B1. تمام، طيب نمبر 6 تعال نشوف عبد المجيد. حاولي عبد المجيد في نمبر 6. ها، قول ايش المستيك اللي في نمبر 6؟ Is نحط بدالها are good solution. غلط، good solution عندي سنجلر هنا يا عبد المجيد، وذيس سنجلر، ليش Singular. اغير ار؟ وش دخلنا في ار؟ لا، ها، السلسلة سينجر ف نحط بدالها شيء بدل مين؟ سلسلة سينجر. سولوشن؟ لا، سولوشن ما بحط مكانها شر. طيب فهد، ركز يا عبد المجيد، فهد ها، وش المستيك اللي هنا؟ Mistake. This is good solution. It is a good يا A. سلام، يا سلام عليك، يا سلام عليك، غلط. محمد عماد، Yes. ايش المستيك اللي هنا؟ This لازم نخليه لازم بال اخليها، لازم اخليها ايش؟ This. خليها ديز. هذا دليل على ان انتم حافظين ما فاهمين، هذا دليل على الحفظ، انا حافظ بس لكن ما انا فاهم ولا شيء. عز، ايش أنا المستيك اللي هنا؟ Yes, Mr. ايش المستيك اللي في نمبر 6؟
فيس، نخليها فيس. برضو شفت، بقول لك حافظين ما فاهمين. زيد، ايش المستيك اللي هنا؟ مستر تذكرت بس مستر. اشكل ذكرتها، خليها لك اللي ذكرتها. وين زيد؟ مستر I am here. ها طيب، ايش المستيك اللي هنا؟ This ايه؟ We add article. We add article هي ايش؟ the after a. We add after is we add a. This is ايوه a good solution. ايوه very good، لان انا عندي هنا this singular و is singular، يبقى باقي لي اني اكمل الجمله كلها تصير singular. يبقى اقول this is a، اضيف a، this is a good solution. هنا لو كاتب لي هو is solutions، ودايما يا اولاد المستيك اللي يجي في الجمله يجيك مستيك واحد، فما معقول انا اغير الجمله كلها عشان خاطره. يعني هو لو جاب لي اس هنا فهو غبي، ليش؟ معناها يبيني اغير از ويبيني اغير دس. لكن اللي يجي مثل كذا يجيب لي مثلا، يجيب لي سولوشن اخرها اس، ويجيب لي مثلا دس تصير ذيز، يبقى ويحط لي از. يعني مثلا يكتب لي الجمله كذا يقول لي ذيز از جود سولوشنز، تجيني الجمله كذا. كده الاقي مستيك واحد بس. ما معقول انا اغير كل الجمله عشان اصلح مستيك، لا، المستيك بيكون مستيك واحد بس، مو اثنين مستيك، مو ثلاثه مستيك. فانت عندك مستيك واحد اللي هو اد اي بس، سهله جدا، this is a good solution، بس انتهى الموضوع. طيب نمبر 7، محمد عماد. We have huge problems. ايش المستيك؟ لازم نحذف ايه؟ يبقى we drop A. شفت المستيك يجيني واحد بس، ما يجوني 10. We have huge problems، لأن problems فيها اسم الجمع، وأنا قلت لك الارتكل A و an ما يجتمعوا أبدا. They do not combine with whom؟ With S. They do not combine with S أبدا، هما separate وال S separate. يبقى هنا we drop ال A، تصير هنا ايش؟ We have huge على طول without A. طيب بعد كده فهد، يلا نمبر 8. Sister, نمبر 8 typing is more better than hand writing and it is more faster. الحمد لله. ها وش المستيك؟ It is more. We drop more. أي more؟ عندي في more هنا وفي more هنا، في two mores. اللي في البداية. أيوة، we drop this more يا أولاد، لأن إحنا قلنا قبل كده إن better دي short adjective ما يجي معها more. أمال متى يجي معها more يا مستر؟ لو أنا ما جبت another noun. دايما السنتنس بتبدأ بناون وناون، الكمباريسون بيكون between two nouns يا أولاد. لكن more هذه ما نحذفها، ليش؟ لأنه هو بيتكلم على الأكثر هنا، يعني بيتكلم على الأكثرية وليس الأفضلية. هنا بيقول الأفضل، هنا بيقول الأكثر. And it is more faster، يعني إيه؟ أكثر سرعة. يبقى more لما تيجي مع صفة، إذا كانت بمعنى أكثر لا خليها، إذا كانت بمعنى أفضل وفيها comparison يعني between two nouns، لا، في الحالة دي لازم نحذفها في حالة ما يكون عندي short adjective. إذا عندي short adjective ركز في الكلام ده. ممتاز. عز، نمبر 9. نمبر 9. برج خليفة is more taller than an another building. ايه وش المستيك؟ تصير برج خليفة ايوه taller، نضيف عليها ER. يعني نضيف هنا بس اي ار بس كده. ونحذف more. ايوه لازم نركز في هذا الشيء. يبقى هنا برج خليفه از تولر، تولر، ليش ما نحط معها مور يا مستر؟ واحد يقول لي ليش؟ طيب ليش ما تيجي معاها مور تولر؟ ليش؟ لان ايش؟ ها ليش ما تيجي مور مع تولر؟ توني اشرحها في الجمله اللي قبليها، والله تو يعني من ثانيه بالضبط انا شرحها في اللي قبليها. ها، لان تول short adjective one syllable. كيف اعرف ان هي short adjective يا مستر؟ فيها one vowel هنا.
عدد الفاولز هو عدد المقاطع في الكلمة. كم فاول موجودة في طول؟ واحد، يبقى معناها شورت. يبقى معناها ايه؟ شورت. الشورت ادجكتيفز ما تيجي مع مور، لان هذا معناه افضليه، يبي يقول لك ان برج خليفه الاطول. فانا قلت لك اذا جت كلمه مور بمعنى افضل كمبارسن يعني، وهنا جاب مقارنه بين كم اسم؟ اثنين، برج خليفه والاذر بيلدينجز. يبقى هنا في الحاله دي ميستيك، يبقى ما اسيب مور، دروب مور واكتب تول، حط لها اي ار وريح نفسك بس. زين، نمبر 10. What's ها the most movie I like talks about a love story. طيب، ايش المستيك هنا؟ طيب مين يعرف يا اولاد ايش المستيك الموجود في جملة 10؟ يرفع ايده ويقول لي. مي مستر يلا يا عز، ايش المستيك؟ ها، وي the movie I like is the most ايوه، يبقى ما يصلح اقول ذا موست موفي يا اولاد، معناها الاعظم فيلم. يعني ايش الاعظم فيلم؟ يعني وش معناه؟ غلط في الجملة، لكن معناها ابي اقول ان الفيلم الذي احبه كثيرا، ابي اقول كده الجمله تصير كده. يبقى اقول هنا ذا موفي، ها ذا موفي الفيلم، ايوه الذي، ذا موفي اي لايك ذا موست. انا ابي كلمه موست دي ترجع لللايك، للحب. يبقى الفيلم الذي احبه كثيرا، الفيلم اللي انا احبه كثيرا، بيتكلم عن شده الحب، مو بيتكلم على الفيلم الاعظم ولا ما ادري ايش. ذا موست موفي ده كانه اسم فيلم، لما اكتب كده ذا موست موفي ده اسم فيلم، ده اسم الفيلم الاعظم كده، اسمه كده، ده اسم فيلم. لكن انا ما ابي اقول كده، انا بقول الفيلم الذي احبه كثيرا. فما تصلح ان انا ابدا بموست هنا، موست هنا موقعها غلط. ابغى اقول ذا موفي اي لايك ذا موست، تيجي بعد لايك، الفيلم الذي احبه كثيرا. ذا ستوري اي لايك ذا موست، القصه التي احبها كثيرا. ذا فود اي لايك ذا موست، الاكل الذي احبه كثيرا. فانت كده بتتكلم عن شده الحب، مو بتتكلم عن الفيلم الاعظم ولا ما ادري ايش. ما تيجي. طيب، نمبر 11. فهد. ها، Yes. ايش المستيك؟ When I see you next time, I will give you. ها، ايش المستيك هنا؟ The verse is a stick. ايوه The period. ايوه البريد او Make it. ايوه Make it the period the mistake. ايوه البريد هي المستيك. وش نسوي فيها طيب؟ البريد از المستيك، ايوه المستيك بدون كوركشن يعتبر انت ما قلت شيء، اهم شيء الكوركشن يا فهد. ها، نضيف apostrophe. مو ابوستروفي، انت الابوستروفي تقول عليها ما ادري ايش، ما ادري ايش تقول عليها ابوستروفي. لا، يعني قلنا ايش هنا نحط مكان البريد يا اولاد؟ ها، نحط ايش؟ تمام، ايوه مكان البريد هنا نحط كم. طب مين يعرف ليش طيب؟ مين يعرف ايش السبب؟ مين يقول ايش السبب اللي احنا حطينا مكان الكاما هنا بيريد؟ مكان البيريد بقول ما اسمع، واحد بس يتكلم. ها يا عز، عشان لما وين تبدأ بالجملة لازم تحط أبوستروف. ايوه برافو. انا هنا بدأت بحاجه اسمها dependent clause. dependent clause يعني ايه dependent clause يا مستر؟ يعني جمله تبدا بوين او تبدا باف او تبدا بانليس او تبدا مثلا بافتر او تبدا بفور او تبدا بالضو او تبدا بكاز. يبقى جمله تبدا بكلمات من دي، دي بقول عليها dependent clause. في الحاله دي لازم احط كما. طب لو الجمله دي جت بعد هذه يحتاج احط كما؟ لو انا بدات بالجمله هذه الاول قلت I will give you a present when I see you next time، لو انا بدات بهذه رقم واحد نمبر 1، محتاج احط كما؟
No. No, no need to add comma. No need to add comma. ممتاز. طيب. طيب يلا محمد عماد نمبر 12. Number 12. ايوه. A mother should help her children, give them care. ايش أوكس. المستيك؟ جيبز نخليها جيب. جيفز نخليها جيف. وايش كمان؟ سبورت. سبورتيف نخليها سبورت كذا عادي. سبورتيف نخليها سبورت. طيب تعرف ليش احنا سوينا كده يا محمد يا عماد؟ ولا بس هي المعلومات اللي عندك؟ عشان ها؟ ليش احنا سوينا كده؟ الجملة بلورال. لا طبعا ما لها علاقه بالبلورال ولا شيء. قلت لكم حاجه عندي قبل كده يا اولاد اسمها الكونسيستنسي. يعني ايه كونسيستنسي يا مستر؟ يعني كل الافعال ترجع للفعل الاولاني. هنا انا قلت شد، شد يجي بعدين الفعل بدون اضافات مثل كان. فقول شد هيلب، لازم كل باقي الافعال اللي هجيبها في الجمله تكون نفس هيلب بدون اضافات. شد هيلب، شد جيف، شود سبورت كده. انا كاني بقول كده بس انا ما هكرر شود في كل جمله، لا انا هقول جيف واقول سبورت. يبقى mother should help her children, give them care تمام and support them تمام and support ايش them. طيب ممتاز. number 13 they. What, Mr. ها نمبر 13. What, Mr. 13 يا زيد، انت كل ما تدخل تقول وات مستر، كأن انا بحكي في سالفه وانت في عالم ثاني فتيجي تقول لي وات. وات على ايش؟ احنا بنجاوب بنطلع المستيكس وبنطلع الاشياء دي. فانت تدخل على طول تكون فاهم انت ايش هتسوي. نمبر 13. أحمد كارديك سيريس. ها ايش المستيك؟ ها أحمد احمد هو المستيك. طب وش تسوي فيه احمد؟ نخليها أحمد سكارس. يعني ايه؟ قول لي السبيلنج، قول لي سبيلنج يا زيد، لازم السبيلنج. أحمد سكار از لوكسيريس. طب قول السبيلنج. احمد سكاردي كيف؟ انا ما اعرف كيف تنكتب، عرفني كيف اسويها. We add apostrophe s. We add apostrophe s بعد مين؟ بعد أحمد. طب ليش؟ قولي ايش السبب سوينا كده؟ عشان خليها الملكية. ايوه. يبقى انا جاي لي هنا يقول لي احمد كار. احمد كار هنا يا اولاد يعني الجملة وطريقتها هنا كده خاطئة. يعني كده معناها الجملة فيها نقص، فيها مشكلة. يبقى ايش محتاجين؟ محتاجين نخلي كار دي ملك له. طيب يبقى احمد كار، يبقى اكتب احمد عادي جدا واضيف ابوستروفي اس بعديها، لان دي حقة ايه؟ البوزيسيتي. يعني معناها يعني ملكة. يبقى احمد كار از لوكشيريوس. تمام. طيب 14 فهد. فهد Yes. نمبر 14 ايش المستيك؟ Mistake. Many researchers give many devices and informations to parents. تمام. ها Mistake. ايش المستيك الموجود عندهم؟ طيب مين يعرف المستيك الموجود هنا يا اولاد؟ مستر أنا قول انت، اللي يقول اللي عارف يقول. ها advice بدون اس و informations بدون اس. ممتاز.
انا ادفايس اقول للاولاد uncountable وانفورميشن كذلك uncountable، فدول انا ما احط لهم اس ابدا، من ادفايس من انفورميشن، من غير without اس. برضو كذلك كلمه نيوز دي uncountable، هي اخرها اس، الاس دي من ضمن السبيلنج، مو معناها ان هي بلورال. تمام؟ طيب كده احنا يا اولاد خلصنا كل الجزء اللي خدناه حق الجرامر مراجعه. برسلكم هذا الشيت كامل تحلوه ترسلوه على الجروب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا كنت مرسل ستوري اللي حق الماجيك كاربت وما سجل فيكم ولا ارسل التسجيل الا فهد، فبنحيي فهد، شكرا يا فهد ان انت ارسلت التسجيل حقك. عندك مستيك واحد وانت تنطق يا فهد، اللي هو كلمه كاربت، انا ما ادري شلون كنت تنطقها، اسمها كاربت، اقول كاربت. باقي الناس رجاء ان ترسل التسجيل حق الستوري، وحصه اليوم ما برسلها الا لو ارسلت التسجيل حق الستوري. ناس تدخل ترسل تقرا الستوري وارسل لي تسجيل بصوتك. اتوقع انا مرسل هذا الشيء من يوم الخميس، شوف لنا كم يوم، وترسل حل الشيت هذا على الجروب لين حصه ان شاء الله يوم الثلاثاء. خلاص، في احد عنده اي كويشن يا اولاد؟ No. ها، No. anybody has any question؟ No. No. No, no, no. اوكي يا اولاد، No. see you. Bye. يلا مع السلامة.